انتقل للدكتور محمد كتوب، مدير المناصرة في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. رح تحكي لنا أكثر على طريقة التعامل أو التنسيق مع المنظمات الدولية واستجابتها للوباء الحالي ولمن تجارب سابقة كمان. تفضل دكتور محمد. تمام، شكرا زينة وللجميع اللي حضرانين الايفنت يعني اللي بيعكس اهتمام السوريين كيف ممكن يساعدوا السوريين. هذا اليوم مهم جدا في بالذات مع الملخص اللي اعطانا اياه دكتور منذر حول ضعف الاستجابة وحول قديش اليوم نحن بحاجة انه نحن نتكاتف مع بعض لحتى نحن نقدر نساند بعض ونوقف في مواجهة هيك وباء. سامحوني أنا مثلكم كلكم اليوم قاعدين ببيوتنا نحن وأولادنا ويعني بالعزل، فممكن حدا من الأولاد فجأة ينط وراي أو يحكي كلمة أو يعني يساوي شيء، هذا متوقع. الفكرة اللي بدي أركز عليها هي محاور الاستجابة. اليوم الاستجابة تتجاوز بشكل كثير كبير الاستجابة الصحية. الاستجابة الصحية إذا بدنا نبلش فيها وبعدين نحكي على أوسع عن الصحية. الاستجابة الصحية بالمعنى الطبي البحت هي بدها 4 محاور. واحد منهم الرصد الوبائي اللي هو عملية تتبع الوباء وقديش انتشاره بسوريا. المحور الثاني هو رفع قدرات الكوادر، وهي مكونات الخطة على فكرة اللي حاططها WHO، رفع قدرات الكوادر لحتى تقدر تتعامل مع الوباء سواء من ناحية الرصد أو من ناحية الاستجابة. المحور الثالث رفع قدرة المجتمع على الاستجابة ورفع وعي المجتمع على الاستجابة وإرسال رسائل توعية. والمحور الرابع اللي هو رفع قدرات النظام الصحي. إذا بدنا نحكي عنهم سريعا، المحور الأول اللي هو محور الرصد اللي حكى عنه الدكتور. اليوم إذا بدنا ناخذ سوريا بمناطقها اللي لا يمكن تجاهل تقسيم السيطرة فيها حتى بالاستجابة لهيك وباء، لأنه الاستجابة الإنسانية مسيسة من 10 سنوات وهذا عم يتعزز بالاستجابة لهيك وباء، وعم يتم التعامل مع المناطق بشكل مختلف حسب مناطق السيطرة، وهذا حسب تصريح يعني آخر شيء اليوم WHO صرحت قال متحدث رسمي باسم WHO إنه نحن نتعامل مع دول وشمال غرب سوريا ليس حكومة ليس دولة، هن بيتعاملوا مع حكومات، ولذلك هو برر بطء الاستجابة بهالمسبب السياسي هذا. وعم نحكي عن وباء انتشاره ممكن يعني عم يضر الكون كلياته مو بس سوريا. يعني اذا كان في اهمال لآلام السوريين على مدار 10 سنوات فاليوم عم ينحكى هذا صار صراحة بوباء ما بس يضر السوريين. هلا القدرة لنرجع للمحاور الأربعة اللي حكيناهم ضمن الاستجابة الصحية، القدرة على الرصد الوبائي ضعيفة أساسا بشكل رئيسي لحتى ينعمل رصد وبائي لهيك نوع من الفيروسات. نحن بحاجة لجهاز بتوقع سمعتوا اسمه كثير بالفترة الماضية اللي اسمه PCR. هذا الجهاز موجود جهازين بمناطق النظام، تم تزويده للنظام بـ3 أجهزة مؤخرا، او يعني لوزاره الصحه بحكومه النظام. بشمال سوريا بشمال غرب في جهاز واحد بمدينه ادلب موجود بمشفى ادلب الوطني. طبعا هذا الجهاز قام بتوفيره لنظام الرصد الوبائي اللي تم تشكيله عام 2013 بتوافر جهود بقياده الACU. نظام الرصد الوبائي بسوريا قام بتوفير هذا الجهاز، يعني ما له جهاز ما كان موجود مسبقا ضمن البنية التحتية اللي موجودة بمرافق الصحية بسوريا. وبشمال شرق سوريا ما موجود ولا جهاز. سابقا أثناء الاستجابة لجائحة أخف حدة من اللي عم نواجهه حاليا، كانت العينات ترسل إلى أدلب من شمال الشرق ليتم تحليلها، وكانت الكتات متوفرة وتم رصد عدة حالات من أودية مو من عفوا من أمراض أخرى. اليوم بمواجهة هذا الوباء لا يمكن لا 300 كت اللي يأمنون منظمة الصحة ولا اللي يأمنون الACU يعملوا شيء. غير هيك تغير الظرف العسكري بالمنطقة، فصار الوصول بين شمال الشرق وشمال غرب معقد أكثر. كمان بناء على يعني تصريحات من منظمة الصحة العالمية، الاقتراح كان إرسال العينات لدمشق أو لأنقرة بالتوفير. الرصد الوبائي مهم جدا مو بس
ما له رفاهية ابدا لحتى نعرف حجم الانتشار، ولكمان المجتمع يعرف قديش هو صار باي مرحلة من الخطر، لانه حسب مرحلة الخطر يعني تعلق الاستجابة ببقية المحاور. فرصد الوبائي ما له رفاهية ابدا، مع الاسف هو ضعيف جدا مثل ما حكينا. لما نيجي للشيء الثاني اللي هو رفع قدرات الكادر الصحي، سوريا من طول عمرها فيها كوادر صحية كثير وما في بنية تحتية، يعني من طول عمره النظام الصحي معتمد على وفرة الكوادر من السوريين اللي بيكافحوا بيدرسوا اختصاصات طبية، وطبعا في ناحية اجتماعية ما لنا بأسباب هذا الموضوع، لكن ما كان عدد الأطباء قليل قبل 2011. اليوم في عنا قلة بعدد الأطباء، كمان هي في مشكلة. في عنا قلة بالكوادر المختصة، كمان هي مشكلة. وفي قلة معرفة بالتعامل مع هذا الوباء. بدنا ما ننسى أنه كمان اليوم الكون كلياته بما في الأجهزة الطبية حول العالم هن عم تعاملوا مع الوباء بذاكرة ما موجودة. يعني اليوم الجيل الكامل من الأطباء الموجود على سطح الكرة الأرضية اللي عم يستجيب للوباء هو أول مرة بتعامل مع وباء بهذا الانتشار. فلذلك معقد الموضوع، ما سهل يعني ترسم استجابة سريعا، وما سهل اليوم يعني نعمل ضبط للموضوع سريعا. بدنا نجي للكوادر الموجودة حتى تستفيد من خبرات بعضها. كثير بأيد اللي حكى الدكتور مندير انه تشكيل منصات حتى تستفيد من خبرات دول تانية واجهت الوباء بشكل كثير كبير وتنقل الخبرات لبعضها. في بعض تدريبات ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة، يمكن هذا أسرع شيء تم الاستجابة له من منظمة الصحة، انه تدريب بعض الكوادر. ما عندي فكرة عن شمال شرق شو عم يصير، زميل فرهاد هو راح يعطيكم ملخص اذا صار استجابة، بس اللي بعرفه انه شمال شرق الوضع اسوأ لسه من شمال غرب من ناحية البنية التحتية. في 20 منفسة فقط، اللي هو هذا بينقلنا للمحور الثالث من الاستجابة، واللي هي القدرة المشفوية على الاستجابة. اليوم هيك وباء بحاجة انه المشافي تكون قادرة، لانه اليوم نسب الشفاء الاعلى هي صارت دول عندها قدرة مشفوية على استيعاب المرضى لحالاتهم فوق المتوسطة، حادة وحادة جدا. هدول المرضى بحاجة لعناية مشفوية، بحاجة للقبول في المشفى، وبحاجة لحالات حادة جدا، بحاجة لعناية مشددة. بشمال شرق سوريا لمليونين إنسان في 20 منفسة فقط، في 20 سرير عناية مشددة مجهزين بمنافس فقط بشمال شرق سوريا. أعطانا ملخص الدكتور مازن، بعدين رح يحكي أكثر عن قديش القدرة. هذا رفع القدرات ما بصير بين يوم وليلة، وحقيقة معقد، وحقيقة يعني بده خطوط إمداد، وبده تعاون الجميع، وبده تمويل، وبده رعاية أممية، وبده منظمة الصحة العالمية اللي هي بتعريفها بقيادة قطاع الصحة هي last resort، هي الملجأ الأخير لحتى تقدر تقدم. اليوم استجابتها عم تكون بطيئة. نجي للمحور الرابع بالاستجابة الصحية، هو رفع وعي المجتمع وقدرة المجتمع للاستجابة. عم يتم جهود مثل ما ذكرت الزميلة أحلام، جهود محلية من قبل منظمات لتوعية المجتمع، وعم يتم جلسات توعية قدر الإمكان. وحتى يعني الفرق اللي عم تقوم بالتوعية لسه هي نفسها بحاجة لتدريب، وهذا شيء شائك جدا. اللي بدي أحكيه إنه اليوم موضوع أبعد بكثير من الاستجابة الصحية. نحن عم نحكي عن مجتمع اعتماديته عالية جدا على المساعدة. في 11 مليون سوري بحاجة مساعدات حسب التقييم تبع الأمم المتحدة السنوي اللي بصير. أكثر من 11 مليون سوري ضمن حدود سوريا بحاجة لمساعدات باختلاف المناطق، مناطق النظام ومناطق لخارج سيطرة النظام. نجي لشيء تاني، أنه ب 2019 نتيجة تصاعد العمليات العسكرية بشمال شرق وشمال غرب سوريا، في عنا 2.5 مليون سوري هن اعتماديتهم مطلقة على المساعدات، يعني هو مو بحاجة مساعدات، هو ما عنده أي مورد آخر غير المساعدات الإنسانية اللي بتوصل. هذا الشخص حتى نجي نقول له نحن تعال اعمل عزل اجتماعي وعود ببيتك، لا تطلع تشتغل مياومة بأجور بسيطة جدا دوبة تكفيك، ما رح يقتنع. فكرة أكثر من أنه مجتمعنا ما واعي، يعني دائما عم نتهم نحن السوريين أنه مجتمعنا ما واعي، ما عم يتعامل مع الاستجابة كما يجب. مجتمعنا غير قادر اقتصاديا في ظل اعتمادية كبيرة جدا على المساعدة أنه يجي اليوم ويقعد بالبيت ويستجيب مثل ما بقية المجتمعات لكثير أسباب بما فيها خطوط الإمداد نفسها. اليوم خطوط الإمداد معتمدة على مساعدات عم تيجي عبر الحدود، وعلى كمان اقتصاد حرب. يعني بدنا ما ننسى اليوم أنه في اقتصاد حرب قائم بسوريا بمختلف مناطقها،
هذا اقتصاد الحرب عم يستجر مواد، في انخفاض كثير كبير بالقدرة على التصنيع، عم يستجر مواد من الدول المجاورة. هاي خطوط الإمداد هي بحاجة لناس تطلع وتشتغل فيها، وما عندهم أي قدرة على تأمين وسائل الحماية من كمامات وكفوف وما إلى ذلك. عم نشوف في دول أخرى اليوم عم أكثر حدا عم يتفكر فيه هو خطوط الإمداد، لأنه بدونهم ما في مجتمع يعيش. يعني اليوم الشخص اللي واقف على الكاشير بالسوبر ماركت إذا بيقعد ببيته الناس بتموت من الجوع، نصير ما ميتين من الكورونا، نصير الناس ميتين من الجوع. هذا الشخص أساسي اليوم، الشخص اللي عم يطلع يجمع قمامه ما لا يمكن. فلذلك التفكير دائما بهدلول من الحفاظ على عمله ومن الحفاظ على قدرتهم أن يكونوا حامين نفسهم. بسوريا لا يمكن هذا الشيء لكثير أسباب. لذلك بشكل رئيسي هو الاعتماد على المساعدة، اعتمادية على المساعدات، اقتصاد الحرب، انخفاض دخل المواطن بسوريا بشكل كتير كبير بعشر سنوات الأخيرة، إضافة أنه نحن عم نحكي عن أساساً جسم منخول مسوس. يعني لا يمكن اليوم أنه نجي نحن ننعش حتى بمشاريع سبل عيش صغيرة، نجي ننعش كل هذا الموضوع. اليوم بحاجة لاستجابة متعددة القطاعات على رأس الاحتياج الإنساني، يبدأ بالمخيمات اللي هي أكثر المناطق هشاشة في مواجهة أي وباء، لأنه مثل ما حكى دكتور منذر اليوم كل عشرة قاعدين بالخيمة. إذا وصل للمخيمات الوباء رح ينتشر كالنار في الهشيم بسرعة كثير كبيرة. هاي الناس بدها حتى تعمل لها إنزال اجتماعي، أول شيء بدها تصير وجبتها مأمنة أكثر، ثاني شيء بدها الخيامات تكون مجهزة أكثر، ثالث شيء نجي نحن نقول له النصائح غسل. يعني اليوم الفيديوهات اللي طلعت حول النصائح انه غسل ايديك وغني هابي بيرثدي، يعني ما بيدحق هو يغسل، هو يغني هابي بيرثدي، هو بيطلع له مي اقل بكثير من انه يغني اي يعني اي اغنيه. يعني هو ما بيلحق يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعم يغسل ايديه. فلا لا في بنيه تحتيه لهذا الموضوع، لا في مياه كافيه، لا في هذا الحكي يستدعي انه كل وكالات الامم المتحده مو بس منظمه الصحه اليوم تستجيب لشمال سوريا، مو بس لشمال سوريا، لكل سوريا. بحاجة لتوفير ظروف أفضل، لأن المجتمعات اللي رح تقدر تواجه الوباء مو بس المجتمعات القطاع الصحي فيها قوي، لكل القطاعات فيها قوي، اللي لوجستياتها مؤمنة، خطوط الإمداد تبعها مؤمنة. اليوم عم نشوف إنه الدول اللي عندها قدرة على التصنيع المحلي والتكيف في سرعة لحتى تحول التصنيع المحلي لاحتياجات السكان. يعني مثلاً في كتير دول شفنا طرحت عبوات كتير كبيرة المواد المعقمة لحتى الناس ما تضطر تنزل على السوق عدة مرات وتدور من مكان لمكان لحتى تحصل على هذه. وهذا لول كثير قلال، يعني مفقود مواد التعقيم بكثير دول. هدول المجتمعات قادرة على الصمود أمام هيك وباء أكثر. بسوريا عندنا القطب الآخر تماماً، اللي هو منتهى الضعف في مواجهة هيك وباء من هي الناحية. لذلك اليوم مطلوب كل وكالات الأمم المتحدة تستجيب، مطلوب بنا كلياتنا نضغط، لازم نتساعد مع بعض. مساعدات مالية شفت كذا مبادرة انه نحن كسوريين عم نجمع اموال من بعضنا، لازم ندعم القطاع الصحي قد ما بنقدر، لانه صموده يعني لتخفيف من حدة الوباء بسوريا. لحد هلا ما في تقارير عن ارقام عاليه بكل المناطق، سواء بمناطق سيطره النظام او غير سيطره النظام، وانا بعزي هذا الشيء لضعف الرصد الوبائي اللي مثل ما قلنا انه هو موجود، قدرته موجوده، لكن ما تم امداده بالكتات اللازمه، ما تم تجهيزه واعطائه المواد اللازمه لحتى يقدر. يعني نظام الرصد موجود، ما بحاجه لخلق شيء جديد. نحن موجود نظام الرصد الوبائي وموجود بكل المناطق، يعني مثل ما قلنا الراصدين موجودين حتى بشمال شرق، اللي ما عندهم ولا جهاز موجودين بشمال شرق، موجودين بشمال غرب، موجودين بمناطق النظام. مناطق النظام السيستم مختلف بالانقاذ من دمشق. حتى ما أطول كتير، بدي أحكي كمان عن موضوع التسييس. اليوم الدول اللي تدعي دعم سوريا من يعني سواء عم يدعموا النظام، الصين وروسيا اليوم عندهم قدرات كتير عالية، عم يبعثوا أسلحة قد ما بدهم للنظام، بس عاجزين يبعثوا شوية مساعدات على سوريا كلها، على الأقل بموضوع الهايجين، على الأقل بموضوع وسائل الوقاية. يعني إذا ما كان عنده قدرات صحية عالية يبعثوا على الأقل كمامات، يبعثوا أجهزة، عفوا مو أجهزة، يبعثوا مواد تنظيف وتطهير للمرافق، يبعثوا شيء يدعموا هذا المجتمع. كمان عم نشوف بقية الدول، كمان كل مين منتهي بحاله. نحن بحاجة لاستجابة سريعة جدا بسوريا، كل الدول لازم تستجيب، وهذا بحاجة ضغط منا كلياتنا. مفهوم إنه اليوم الكون كله بحالة صدمة،
كل دولة ملكية باستجابتها لحالها، بس هي صدمة ما راح تكون، يعني ما راح تكون قصيرة الأمد، راح تكون طويلة، في بحاجة نحن نضغط ونحط أولويات الاستجابة دائما. في شيء ما لازم ننساه دائما هو المعتقلين اللي موجودين بسجون بظروف صحية أساسا متحالكة، بسجون أساسا اللي عم يديروا هالسجون سواء نظام أو أطراف أخرى ما وفروا أي ظروف صحية وما كان في أي شفافية من ناحية السجلات الصحية. تم عزل كثير من الوفيات بالسجون اللي هي بنعرف أن وفياتها قتل تحت التعذيب، تم عزوها لظروف صحية ولجلطات ونوبات قلبية وسكتة دماغية وما بعرف شو كذا بدون أطلاع ذوي المعتقلين على أي سجلات صحية. نتخيل إذا لا سمح الله وصل هيك وباء لمراكز الاعتقال بسوريا شو ممكن يصير؟ حقيقة رح يكون كارثي جداً. هذا بده ضغط في مجموعة من المنظمات من ضمن المركز السوري للإعلام حرية التعبير اللي أنا بعمل كمدير مناصرة له، عم نحاول نضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى لو إطلاق بعض البيانات للضغط على النظام. نعرف أنه كثير صعب، شفنا من فترة عفو، لكن نعرف العفو كيف ينكتب. وطبعا مو بس النظام، في مراكز اعتقال مو بس عند النظام، عند كل الاطراف. كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار المعتقلين عند الاطراف الاخرى، لكن الحجم الاكبر هو عند النظام. ومسؤوليه الحكومه كحكومه اليوم انه توفر ظروف صحيه لمراكز الاعتقال، واطلاق سراح. عم نشوف مبادرات حول العالم لاطلاق سراح المعتقلين هلا، لانه بالفعل الظروف الصحيه بهن بمراكز الاعتقال اذا وصلنا الوباء راح تكون كارثيه. نحن اليوم فينا نعمل شيء، ما لازم نترك الموضوع، ولازم نضل عم نحكي فيه، ولازم نضل نذكر الكل انه اليوم هي البقعه الجغرافيه الصغيره من سطح الكوكب اللي اسمها سوريا هشة جدا في مواجهة الوباء بكل مناطق بغض النظر مين مسيطر، وبحاجة لتضافر الجهود، وبحاجة انه الدول تستجيب لشمال سوريا سواء شمال شرق او شمال غرب. بالذات عندنا شمال شرق كمان اغلق معبر العربية، يعني في عندهم مصيبة تانية كمان، انه خطوط الامداد من الدول المجاورة كمان مسكرة. صفيان خطوط الامداد عندهم كثير محصورة بمناطق النظام اللي هي اساسا ضعيفة. أنا آسف إذا عم باخذ شيء من النقاط اللي ممكن يحكي أساسها بعدي، أتوقع هو بيغطي الموضوع أكثر، لكن اليوم هي المناطق كلها بحاجة لاستجابة سريعة ومتعددة القطاعات. الموضوع أوسع بكثير من فقط القطاع الصحي. شكرا جزيلا للجميع وآسف على الإطالة. شكرا لك دكتور محمد.